أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مع موقع شروق الإسلام، يتجدد بنا اللقاء مع سلسلة التعريفات بقرائنا ومشايخنا الأفاضل الذين نستمتع بهم عبر موقع شروق الإسلام بتلاواتهم العطرة. لقاؤنا مع شيخ كريم حبيب إلى القلب، صاحب صوت طيب وأداء طيب،
فضيلة القارئ الشيخ وليد سمير. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا شكرا. فيك. الله يبارك فيك ويعني سعداء باستضافتك والجلوس إليك، فأنت يعني إن شاء الله لا نزكيك على الله ممن جمعوا بين الصوت الطيب والأداء الطيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمك وأن ينفع بك. في البداية نود أن نتعرف على فضيلتك، يعني تحدثنا عن الاسم وعن المكان الذي ولدت فيه، يعني نبذة مختصرة كده تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أولا أتقدم بخالص الشكر لفضيلتكم وللقائمين على موقع شوك الإسلام. شكر الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. باختصار، أنا أخوكم في الله وليد سمير علي من قرية القوم الأحمر بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة. نعم. هذا هو الاسم. جميل. والمولد طيب، حدثنا عن بدايتك مع القرآن. والله بدايتي مع القرآن كانت منذ طفولتي. جميل. يعني بدأت مع فضيلة الشيخ رياض الفقي المشهور، رياض الفقي. نعم. هو من عائلة الفقي يعني. نعم. لكنه كان يعني أول ما بدأت معاه كنت قبل أن أدخل في أولى ابتدائي، يعني قبل التحاقي بالأزهر الشريف. حفظته على يديه رحمه الله، أسأل الله أن يرحمه. آمين. وتوفي من عدة أشهر رحمه الله. حفظته عليه إلى سورة محمد من البقرة؟ لا، من سورة من كالعادة يعني ما بنبدأ من جزء عام. من جزء عام إلى جميل. سورة محمد. ثم بعدها تركت الكتاب. تقريبا كنت في سنة يعني كام أو سنة؟ مثلا في سنة تانية ابتدائي. أي. تركت الكتاب وانتقلت إلى كتاب الشيخ سلامة سراج، نسأل الله أن يبارك في عمري. آمين. برضو يعني وصلت خلصت الحواميم عنده، وبعد كده برضو تركت الكتاب، وبعد كده اتجهت للعمل في ورشة الوالد يعني. كان الوالد رحمه الله عنده ورشة زجاج، مصنع صغير كده كنت أعمل فيه يعني. ما شاء الله. فطبعا اتجهت للصنعة وتعلمت الصنعة، انشغلت عن القرآن، قولا واحدا يعني. حتى يعني كنت الأزهر كان بالنسبة لي ذهب مثل عدمه يعني. وتوفي الوالد وأنا في ثانية ثانوي. رحمه الله. رحمه الله. فطبعا تركت العمل، أزهر، وتركت كل شيء واتجهت للعمل. نعم. باب رزق يعني. نعم. أكرمني الله تبارك وتعالى في هذه السنة التي توفي فيها الوالد، ف يعني أكرمنا الله يعني. كانت يعني بالنسبة لي كانوا مصيبتين في هذه السنة. نعم. إني وفاة الوالد. وفاة الوالد ونزلت هذه السنة يعني. نعم. ما حصلش نصيب. نعم. قلت أترك التعليم واتجه للإيه؟ للعمل، على أساس إن خلاص إحنا معايا أخواتي كل واحد طبعا في مجالي، ومعايا بنتين صغيرين، فلازم أتجه للعمل عشان من أجل الكسب والمعاش والوالدة. وكنا في بيت عيلة كده. فضلت يعني بعض الإخوة يقولوا لي لا تترك التعليم، وبعض الإخوة يعني اليوم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إن أنا كملت. دخلت الكلية، طبعا دخلت يعني مثل اي واحد كليه الشريعه ما شاء الله. بالقاهره. جميل. دخلت طبعا في سنه اولى. السنه الاولى ربنا اكرمنا بدكتور يعني عمل معنا ما لا يعمل في الامتحان الشفوي يعني، لدرجه يعني نهرنا جامد. شدد بل يعني رمى الكرنات في وجوهنا. يعني يسأل سؤال في الفقه وسؤال في القرآن، لا جاوبنا لا في الفقه ولا في القرآن. شلنا السنة دي القرآن، لكن أكرمني الله سبحانه وتعالى وطلعت بمادتي. سنة ليا أخوي الصغير أصغر مني بشهور، فضلت الشيخ وليد مندي. الشيخ وليد وكان معايا زميل ليا كان بيعنا على الخير يعني في هذه الفترة. فعرض علي ان احنا نروح نسمع على اخ وليد. الشيخ وليد انا اكبر منه، لكن طبعا انت هو وليد وانت وليد. فذهبت اليه وقلت له انا
عايز اتعلم الاحكام وعايز احفظ على ايدك وكده. فقال لي خلاص ما فيش مشاكل. فكان يعني كتير يضحك ويهرج معانا يعني حكم السن يعني احنا سننا متقارب. وبفضل الله بدات على الاخ وليد في الاجازه بتاعت سنه اولى. بفضل الله ختمت القران قبل ما ندخل سنه ثانيه. ما شاء الله يعني الفتره برضو قصيره. فتره وجيزه. كنت اعمل من 9 صباحا الى قرب المغرب مثلا في العمل. واروح لقمه خفيفه كده ونخرج مع اصحابنا واجي اصلي الفجر انام وصلي الفجر. من الفجر الى الساعه 8. جميل. كان ربنا سبحانه وتعالى يفتح علي احيانا احفظ 40. احيانا كنت يعني في مره من المرات حفظت نصف جزء ما شاء الله اربع. واحيانا كنت احفظ 5 ايات بالعافيه على حسب توفيق الله. لكن كان عندي اصرار غير عادي ان انا لازم اختم القران في فتره وجيزه. ربنا اكرمني وختمت القران على الشيخ وليد. على الشيخ لا مش كل القران على الشيخ وليد. يعني انا كنت او يعني ختمت عليه مثلا ممكن 15 جزء. وبعد كده بدات. لكن اول ختمه كامله على شيخ او في اول ختمه بالسند يعني؟ لا هي اول ختمه ما كانتش بسند. كانت على خالي ربنا اسال الله ان يحفظه ويبارك فيه وفي اولاده. اللهم امين. فضيله الشيخ حجاج صابر عبد اللطيف خليفه ما شاء الله. فذهبت اليه وطلبت منه ان اقرا. قال لا لا بس اقرا. يعني ختمت عليه يعني ممكن الى اخر الحواميم يعني ما شاء الله لسوره محمد. ولم اكمل عليه لكن كملت مع نفسي. وثم بعد ذلك تقدمت لموضوع الاجازه على فضيله الشيخ محمد يحيى. نعم. صلى الله ان يحفظه ويبارك فيه. آمين. برضو يعني كان يتحلى بالصبر. نعم. وكان يعني يحبني في الله وانا كنت احبه في الله وما زلت الحمد لله. وانت اهل لذلك يعني ولا نزكيه. ختمت عليه واجزت عليه. ولي موقف معه في القران في ايه كل الى الان قابلني. انا اعلم ان عندك مواقف كثيره بس انا هسيبك تحكي اللي عندك وهسالك ثاني برضه. قابلني يقول لي كيف حالك يا شيخ وليد عامل ايه فاكر الايه الفلانيه؟ اقول له خلاص يا شيخنا بقى. ما زال يعني يذكرك. فاكرمني الله برضه. كنت في منطقه طوابق الهرم. في مسجد الجمعيه الشرعيه فضيله الشيخ عبد الله. رحت برضه قرات عليه شويه. أيوة. ورحلتنا مع القرآن يعني كثير يعني ما شاء الله الإنسان ما شاء الله يتذكرها يعني. جميل. وبعد كده هنا في الكويت يعني بعد ما سافرنا الحمد لله ربنا أكرمنا وتحقت بمركز ابن الجزري. نعم. ربنا أكرمنا بإني وزعونا على فضيلة الشيخ ياسر السيد حسين. نعم. أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي أولاده وفي أمه. اللهم أمين. علم من والله تعلمت منه الكثير. نعم. تعلمت منه الكثير. نعم. قرأت عليه حفص ما شاء الله. لكن تعلمت منه ما لم أتعلمه من غيري. ما شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيه. اللهم أمين. لأنه يعني أحسبه من المخلصين يعني. نعم. مزكاه. نعم. الله. نعم. ثم فضيلة الشيخ مصطفى عبد الصبور قرأت عليه رواية قالون عن نافع. ما شاء الله. برضو يعني من الناس اللي استفدت منها ربنا يبارك فيه وفي عمري. آمين. ثم فضيلة الشيخ محمد حسن نجاح. نعم. الآن أقرأ عليه. صلى الله عليه وبارك فيه. آمين. والحمد لله أكرمنا الله تبارك وتعالى بالالتحاق بدورة شرح الشاطبية السابعة. فضيلة الدكتور وفائي. نعم. السلمية أسأل الله أن يبارك فيه أيضا. اللهم يعني رجل يعني نتعلم منه الكثير يعني. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا ربنا يعني ينفعك ويزيدك من فضله العظيم. والقرآن يعني معطاء يعني. نعم. فضل الله. وانت طبعا اي قارئ او اي كل من له علاقه بالقران يلمس ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. من الكلمات التي يعني لا انساها ابدا. الشيخ سلامه كامل جمعه. نعم. يناوي عضو لجنه المصحف. نعم. وبالمناسبه هو خالي يعني. وكنت اصلي عنده في المسجد. نعم. وكانت الحاله يعني الظروف يعني شديده شويه يعني لدرجه ان كنت يعني من شدة الظروف كنت في مثلا جلباب انا معروف بيه. يعني هنا في الكويت جداشة كنت معروف بيها يعني جاي من بعيد هو ده وليد. شدة الظروف. نعم. فقال لي كلمة يعني قال لي يا شيخ وليد اعلم ان اهل القرآن انه لا شقاء مع القرآن ابدا. الله. نعم. الله تبارك وتعالى يرفع اهل القرآن. اهل الله وخاصته. نعم. والله رأيتها وتحققت. نعم. نعم طبعا لا شك يعني تعلمت منه الكثير ايضا. نعم. اسال الله ان
يعافيه وأن يشفيه. آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. طيب طبعا أنت حدثتنا عن رحلتك عن رحلتك مع الإجازات مع الأسانيد ومع المشايخ. أكثر شيء تأثرت به من المشايخ اللي أنت عديتهم ما شاء الله كلهم طبعا أفاضل، لكن أنا عايز أكثر واحد تأثرت به سواء على المستوى العلمي أو المستوى يعني إيه التعامل، أكثر شيخ تأثرت به. طبعا سؤال محرج بس يعني الاختيار صعب، لكن هو أكثر شيخ تأثرت به من ناحية الإتقان شيخ ياسر السيد حسين. ما شاء الله. يعني شيخ ياسر السيد ما كان يعني يفوت معه. نعم. تعلمت منه يعني فعلا، هذا في ميزاني إن شاء الله. جزاه الله خير. الله يبارك فيه. نعم ما شاء الله. وفضيلة الشيخ مصطفى عبد الصبور. نعم. برضو يعني كان يتحلى بالعلم والأدب. أيوة ما شاء الله. يعني ما شاء الله. يعني ما كان يقول لك أنت أخطأت، كان يقول لك لو سمحت يا شيخنا أعد هذه الآية. ما شاء الله. بارك الله فيك يا شيخنا، يعني لو أخطأت. بارك الله فيك. ما شاء الله عليك. كثيرا ما كنا يعني في حتة المتشابهات كنت دائما يعني بعض المشايخ كنا نتناوش مع بعض في المتشابهات يعني. فكنا نتوقف أنا والشيخ مثلا. هي تعلمون لا يتعملون، هي يعلمون لا يتعلمون. التاء بالياء. فكنت بفضل الله كنت دائما يعني وهذا يعني دائما تكسب. دائما أكسب. ما شاء الله. ما شاء الله. ربنا يزيدك ويبارك لك. طيب بالنسبة للناحية الاجتماعية أولادك. عندي خالد 4 سنوات ونصف. حفظ الله. وعندي محمد ما شاء الله 3 ونصف. نعم ما شاء الله. عندي عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله 1 ونصف. كل ونصف ما شاء الله. ربنا يحفظهم جميعا وتراهم شيوخ قراء أفاضل على مستوى العالم إن شاء الله ويقر عنك بهم رب. طيب ندخل بقى الموضوع الصوت. أنت راجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لا نزكيك، صوت طيب وأداء طيب، يعني ده طبعا مش يعني مش تزكية مني، ده الواقع يعني. لا أزكيك يعني والله حسيبك. عاوزين يعني تقول لنا إيه رأيك في المقامات؟ يعني دلوقتي في مشايخ بيقول لك نتعلم أو نقرأ القرآن بالمقامات، ومشايخ بيقولوا لا ما نتعلمش أو ما نقرأش القرآن بمقامات. بعضهم بيقول ده مكروهة أو محرمة، بعضهم يقول لا هنا أي واحد فينا بيقرأ بمقام بس مش عارفه. يعني إيه رأيك في القصة دي؟ رأيي الشخصي أيوة. أن يتذوق الإنسان القرآن. نعم. تذوق القرآن أفضل من أنك تنشغل أو تشغل ذهنك بالقراءات، أني أنتقل من مقام إلى مقام أو كيف أنتقل وكيف أحول المقام إلى مقام وكذا. يعني هذا يخرجك عن الخشوع، يصرفك عن التدبر. أنا عن نفسي لا أقرأ بالمقامات لا. نعم. في الصلاة ولا في غيرها. يعني انت مع القائلين ان الانسان بيقرا بالسليقه وهو يجيب كل. نعم. المقامات. نعم. وان شاء الله وإن كنت قبل يعني ان اتعلم المقامات لكن يعني لم يشاء الله تبارك وتعالى يعني. نعم. يعني في بعض الامور يعني تعلمت منها البعض يعني أي. لكن لم اتقنها يعني. نعم. لكن الافضل ان تشعر بالايات، تتعايش مع الايات. نعم. ايات الجنه لها طريقه في القراءه. نعم. مش محتاجه انك تقراها بالمقامات. نعم. ايات يعني يظهر الغضب على وجه الانسان. نعم. ويظهر الفرح على وجه الانسان. نعم. من غير ما يتعلم كيف يظهر الفرح وكيف يظهر الحزن. صحيح بالطبيعه كده. نعم. نعم. الصوت عند تذوق الايات في ايات الجنه ترى الانسان يعني يشعر بفرح. نعم. وفي ايات النار يعني خوف كيف تقرا يعني حزن. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. نعم. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. نعم. فمع قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر لازم يكون فيه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جميل. أنت تتذوق القرآن. نعم. إذا تذوقت القرآن وتعلمت كيفية الوقوف على آيات القرآن لا شك أن هيخرج منك القرآن جميل. نعم. إن شاء الله. نعم. جميل. أما إذا يعني ركزت كل تركيزك على المقامات لا شك إنك تخرج عن الخشوع. نعم. ولن يصل صوتك إلى القلب. تمام. مش هيصل. كلام جميل. نعم. كلام طيب وواقعي ما شاء الله. نعم. يعني زادك الله توفيقا. نعم. وسدادا. طيب عايزين بقى موقف يعني طريف. أنا تعرف أنا عارف طبعا في جعبتك طرائف وعجائب وغرائب. لم يحضرني موقف. لا عايزين موقف خلال يعني سواء حصل مع شيخ كنت بتقرأ عليه أو حصل وانت بتصلي بالناس إمام
انت ما شاء الله امام في وزاره الاوقاف المصريه. نعم. وامام في وزاره الاوقاف الكويتيه، فاكيد تعرضت لمواقف يعني لا تنسى، حتى لو مش عايز يبقى طريف يعني خليه موقف عالق في الذهن لا تنساه ابدا. حضرتني بالظبط اكيد حضرني موقف يعني نعدي السؤال ده. عدي السؤال ده. طيب. انا اتذكر موقف. لا تتذكر ان شاء الله، انا عارف انت عندك بس انت يمكن بتبخل علينا بس. لا والله. طيب القارئ المفضل عندك من الذين رحلوا ومن الاحياء؟ طبعا اللي رحلوا انا عارف ان ما شاء الله كلهم يعني ان لم يكن كلهم فغالبهم افاضل وناس قرأوا القران للقران ولله، كان عايز يعني افضلهم الخلاصه عندك. الخلاصه بالنسبه الى الخشوع. نعم. وممكن استمع له يعني ساعات لا امل الشيخ البنا رحمه الله. نعم ما شاء الله. نعم. اللهم امين. طيب من الأحياء؟ من الأحياء والله الشيخ مصطفى اللهوني، فضيلة الشيخ سعد الغمدي. نعم. عبد الله عواد الجهني. جميل. ناس يعني جميلة. طيب سؤال لفضيلة الشيخ. تفضل. يعني عاوزين وصية لقارئ القرآن الذي يقرأ بصوته الطبيعي، هل يقرأ بصوته الطبيعي ولا يتجه للتقليد؟ قلد أحد المشايخ سواء القدامى أو المعاصرين. والله إذا كان التقليد في أول الأمر، لأن الإنسان من كثرة القراء ما شاء الله اللهم بارك الأصوات اختلطت. يعني كثيرا ما تسمع الشيخ وتشبه صوته بصوت سواء أحد من القدامى أو المعاصرين، لكن إذا كان صوته قريبا من صوت شيخ في أول الأمر فقط يقرأ بصوته. لا بأس، أنا أرى ذلك. أيوة. لكنه يعني مع الأيام سينفرد بأدائي خاص بي. لكن لا شك أنه هيكون له تأثير بشيخ، يعني لازم أي شيخ أيا كان لازم له تأثير بأي شيخ بيحبه. أيوة. يعني ممكن في بعض قفلات الآيات، ممكن في 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 مطلع الآية لا بد أنه يجنح كده ويمين لي. نعم لا شك. نعم من الحب طبعا. صعب النهاردة أنك تلاقي صوت خالص منفرد يعني بنفسه خالص. أيوة. صعب. نعم. طيب سورة يعني تجد قلبك عندها؟ والله كثير. طبعا القرآن كله طبعا، احنا بنحاول نقول ايه الاكثر، اكثر الايات او اكثر السور يعني تأثرا سواء اذا استمعت اليها او قرأتها. والله اكثر آية اتأثر بها في سورة الانفال. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. نعم. وما كان الله معذبهم وما يستغفرون. نعم. ما شاء الله. نعم. يعني فيها أمانان. نعم. كما قال العلماء. نعم. ذهب أو بقي النبي صلى الله عليه وسلم بسنته طبعا. نعم. وبقي. نعم. الاستغفار فما شاء. نعم. الله. نعم. حسنت. نعم. آية طيبة ومعنى طيبة. طيب عاوزين تقول لنا برضو وصايا لأهل القرآن الحفظة فيما يتعلق بالمراجعة، إزاي راجع ولازم هل لازم يلتزم بورد يومي ولا الامور تمشي كده؟ لا، الافضل الالتزام بالورد اليومي. يعني لا يقل عن 3 أجزاء في اليوم. جميل. وكان في مقوله كان دائما يقولها الشيخ محمد جبريل. دائما يقول من قرا 5 لا ينسى. نعم. الافضل ان تجعل لنفسك وردا. ايوه. يعني دائما كلما اختم ختمه في المراجعه يزداد قلبي اطمئنان. جميل. والله ما ختمت ختمة إلا وفتح الله لي بعدها بابا من السعادة ومن الرزق. نعم. ومن ما شاء الله. والله. لا مجرب ما شاء الله. والله. نعم. مجرب. نعم. يعني. نعم. ما ختمت ختمة إلا ورأيت ذلك. جميل. طيب تثبيت الحفظ. تمام. يعني دي طبعا اللي هيقرأ 5 أجزاء أو 3 أجزاء اللي ختم. تمام. طب لو واحد لسه مبتدئ لسه بيحفظ جديد تنصحه بإيه عشان يثبت حفظه؟ يعني هو مثلا لو ختم القرآن وحفظه ملألأ. ايوه. يعني يقرأ لابد ان يلتزم على شيخ. ايوه جميل. يعمل لنفسه مثلا وردا يقرأه خارج ورد المراجعة للتثبيت، يعني انا أقرأ يوميا مثلا جزء، الجزء هذا كأني سأدخل وأصلي به. نعم. هذا مراجعة متقنة. متقنة. جميل. كل ربع على حدة. نعم. يعني تقرأ الربع وتسمعه مرة واثنين وثلاثة. نعم. وتجعل لنفسك 3 أجزاء تقرأهم في وقت آخر، قراءة كتعبدية بدون تركيز الحفظ يعني. نعم. جميل. لكن لا تطرد، لا بد يعني القرآن كما قال بعض مشايخنا في أول الأمر
كالصخره الكبيره. ثم يعني تتفتفت شو يعني شيئا فشيئا فشيئا جميل جميل الى ان تصير كالتراب. فيسهل الحفظ. يعني انا اعرف بعض مشايخنا في قريتنا، وقريتنا ما شاء الله معروفة بحفظة القرآن وأهل القرآن. ما شاء الله. ما شاء الله يعني عندنا من الحفاظ ومن مشايخ. قرية القوم الأحمر أعرف فيها مشايخ يعني قد يمر عليه ممكن سنة ما يرجع، لكنه إذا دخل المحراب يصلي صد الله لا يتلعثم يعني. ما شاء الله. أذكر منهم فضيلة الدكتور عماد الحلبي من يحفظه. آمين. الشيخ حجاج صابر. ما شاء الله. الشيخ حسن محمد جعفر. نعم. برضو من الناس المتقنة في القرآن الكريم. نعم. الشيخ حسان. الشيخ محمد يحيى. ما شاء الله. يعني مشايخ كثر يعني ما شاء الله. أنا ما شاء الله القرية عامرة قرية ما شاء الله. مشهورة بالمشايخ الكرام. نعم. أصحاب القرآن. نعم. طيب هل تنصح يعني من ضبط القرآن برواية حفص وأتم الحفظ وأن يتجه للقراءات ولا يكتفي بحفص؟ لأن في بعض الناس بيقولوا إن القرآن أو القراءات يعني علم غير مهم، أو بعبارة تانية بيقولوا يعني إيه متعب متعب علم متعب يعني. فهل ده أنت مع كده، ولا الإنسان يقتصر على رواية حفص ولا يتوسع مع الروايات الأخرى؟ والله أنا أقول كما أن الإنسان يطمع في المال، إذا أعطي الإنسان دينارا ينظر إلى الأكثر، وإذا أعطي العشرة دنانير ينظر إلى الأكثر. نعم. ولا يشبع أبدا. جميل. فكذلك اجعل هذا منهجك في القرآن، الله. حفظ القرآن. نعم. مثل طيب. القرآن لا يشبع منه أبدا. نعم. أنا بفضل الله جئت إلى الكويت ومعي إجازة حفظ. نعم. بفضل الله أتميت قانون. ما شاء الله. وأقرأ حفظ من طريق آخر، طريق طيبة، وقرأت حفظ أيضا على الشيخ ياسر ما شاء الله. آمين. والآن في طريقنا إلى الشاطبية، نسأل الله أن ييسر لنا ما شاء الله. أتمها الله عليك فإن شاء الله. ربنا يتم علينا النعمة، وإن شاء الله ندخل على العشرة الصغرى والكبرى، وإن شاء الله لأن القرآن لا وخير جليس لا يمل حديثه. نعم. وترداده يزداد فيه تجمل. نعم. رحم الله الشاطبية. نعم. 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 رحم الله الشاطبية. طيب عايزين بقى وصايا عامة. أنت ما شاء الله خصت أهل الأصوات بكلام طيب، خصت أهل القراءات بكلام طيب. نعم. خصت المبتدئين بالحفظ بكلام طيب ووصايا نافعة. عايزين وصية أو وصايا أو نصائح عامة لأهل القرآن عموما، سواء اللي لسه مبتدئ بيحفظ جديد. طبعا. أو اللي حافظ، أو أنه خلاص بقى شيخ وبيجيز ويسند. نعم. يعني نريد وصية جامعة عامة. الوصية الجامعة أن تحفظ القرآن لله سبحانه وتعالى. نعم. إذا حفظت القرآن لله سبحانه وتعالى اعلم أن الله سيتم عليك النعمة. نعم. في بداية الأمر كنا في سواء في الكتاب أو في المرحلة الإعدادية أو الثانوية كنا نحفظ المقرر. نحفظه جيدا، ندخل ونختبر فيه ونختبر فيه، نخرج من اللجنة ينسى أو يتفلت كأنه لم يكن. نعم. والله لما يعني عزمنا النية على أن نحفظ القرآن لله سبحانه وتعالى ثبته الله في قلوبنا. نعم. ما شاء الله. وأكرمنا الله تبارك وتعالى وأتم علينا النعمة. نعم. ويكفي حفظ القرآن أنه من أهل الله وخصته. نعم. الله يهدينا من الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. أهل القرآن هم أهل الله وخصته. نعم. فأي فضل هذا إذا عظيم ما شاء الله. إذا أمن الله عليك بوظيفة وكنت نائب مدير أو نائب وزير. نعم. فما بالك إذا كنت من أهل الله سبحانه وتعالى. نعم. نسأل الله أن يتم علينا النعمة. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من فضله، وأن يجعلنا وإياك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. يعني في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعني إلا أن أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير. نسأل الله سبحانه وتعالى لك مزيدا من التوفيق والسداد. ويعني كما قلنا في البداية، وشيخنا رجل ذو صوت طيب وأداء طيب، نحيلكم على الموقع، موقع شروق الإسلام، للاستفادة والاستمتاع بصوت الشيخ الفاضل فضيلة الشيخ القارئ وليد سمير حفظه الله سبحانه وتعالى وأمد له في عمره على طاعته. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء جديد مع قارئ جديد في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.